الطريق للقمة يا اخوان صعب دائما، بتضمنوا كثير درجات عشان تطلع، عشان تلاقي نفسك لازم تطلع. بس احيانا بتوه، تلاقي شمال بتلاقي يمين، تعرفش بتوه بتضيع، ما تقعد هون هيك وخلاص تستسلم. جرب. لا ما طلعت الشمس لسه. اوكي، طلبنا اوبر خلال دقيقة راح يكون هون. خلينا نركض. Hello, how are you? I just put my backpack here. Okay. You're not sleeping, huh? Good morning. Morning. طلع هاي ماكدونالدز VIP. تنحط دائما على السيارات، كل ما اشوف سيارة بلاقي ماكدونالدز، فأسا سألته بيقول لي انه هاي لما يروح على ماكدونالدز بيعطوه ساندويتش زيادة لأنه VIP معلم. Okay, thank you very much. I'll see you where? Okay, no problem. Where we will see you next? In Uber. مطار سريع، راح ياخذنا على المطار خلال نص ساعة. صباح الخير جميعا، ويوم جديد مع الغاز، ويوم جديد في ماليزيا. لحظات راح نكون في تشاينا، اعطيكم تفاصيل اكثر عن المدينة راح عليها هسه كمان شوي. كمان لحظات، الناس كلها مغمضة لسه، محدش صاحي. راح نقضيها الطيارة نايمين هسه. اذا ملاحظين هون هاي هسه صارت معاي من الفرش اللي كنت نايم عليه. والله وين انتي كمان وحدين؟ والله الواحد من الفنجان ثلاث تعب. طيب نطلع بالطيارة. هسه دخلت على الهوستل يا اخوان، شفت لك شغلات حلوة هون. بيجي الضيوف علام هون، كل واحد بوقع على العلم تبعه. بس شفت هون فلسطيني معلم، فلسطيني الحبيبي هون. يا يا واتس يور نيم؟ ويندي. هون بهون اللي بقول لك التور اللي تقدر تطلع فيها معهم. اسم المدينه جولين، بتيجي بوسط تشاينا، تبعد عن بيجينج حوالي 14-15 ساعة بالقطار. في القطار السريع، في القطار البطيء. طبعا القطار البطيء بيقعد 24 ساعة. So the main two things we must do in Gulin. Yeah. Which is rice. Rice terraces and the Lee River's boat trip. اللي راح نطلع عليها بكرة هاي. حقيقة هي على فكرة ها. رايحين على السيتي سنتر هسه. طالعين بالباص، حجزنا معهم رحلة بكرة. أو عندنا طابق ثاني. جدا مهم طبعا هون يكون انه حدا يكتب لك كل شيء، يكتب لك بالتشاينيز لانجويج. يعني مثلا المكان بدك تروح عليه، بدك تروح تشتري سيم كارد، احيانا بدك تروح تطلب قهوة، لازم تكون مكتوب بالتشاينيز، ما راح تفهم عليك. صدقني والله يا معلم، راس دينيصور. ايش الاشياء هاي؟ ايها مرحبا تشي تشي. انا شكرا جزيلا. تعلمت بتايوان طبعا انهم بيحكوا نفس اللغه. هلا والله، اكله محليه هون في الصين، فراح نعرفكم عليها صوت وصوره في الهوستل. وصل يا معلم هون. ما جربنا بتايوان قبل هيك يا اخوان، تتذكروا؟ جمعونا هون بالهوستل كامل عشان ناكل مع بعض. بكره يوم خرافي. Where is the bus? You coming with us? No. No. طلع كيف طلعوني لسه مش جاهز، دائما مأخرهم. Oh, this is the bus. It's very cute. السلام عليكم. Gerardo. Nice to meet you. Roberto. Roberto. Italy, right? Mexico. Mexico. طيب. هذا الجروب شكله مرتب يا معلم. طلعنا الساعة 8 الصبح. Where are you from? I'm English. English.
طيب رايحين على اماكن هاي اليوم، راح اقول الرز هون في قولين. كل سيزون منطقة رايحين عليها، طلع هون بالخريف بالشتاء الصيف بالربيع. وقفونا هون مكان غريب، نشوف لنا ايش ناكله، مش ملاقيين بصراحة لانه كل اشي غريب هون. بالله كيف بدك تختار بين هالشغلات؟ شو بدك تعرف؟ تعرف شو فيه؟ بقول لكم انه كل اشي غريب. طلع هون شريمب مع في البسكوت، كيف ظابطه معهم؟ اجي اخذ بسكوت هون لقيت مكتوب عليه تشيكن، كيف دجاج عاملين منه بسكوت؟ مش فاهم شو التخبيص. ما فيش غير الاوريو اللي نعرفه هنا. فاخذنا مي كين ذا سنف. يعني جد جد اجواءها اجواء عمانيه جراشيه خرافيه. ما كيف بيوتهم؟ بصير معاكم ما تروحوا على مكان الكل بيحكي لك انت جيت بافضل وقت بالسنه. طبعا انت مثلا بتكون جاي بالصيف، تيجي بالخريف بالشتاء بالربيع بيحكي لك نفس الكلام، وهذا الكلام بيأثر عليك من دون ما تحس، بيزرع فيك فكر ايجابي انك محظوظ انك راح تنبسط، وبالتالي راح تنبسط راح تنبسط. كثير مبسوط على فكرة، كثير تعبان. فبتمنى يصير عندنا زي هيك على فكرة. انت بتيجي بكل المواسم بيقولوا لك ايه يا زلمه شو اللي جابك؟ الجو مرض، الجو نار. You tired now? You just started. What's your name, but again? My name is Gerardo. Gerardo. My name is Roberto. Roberto. Nice to meet you. You speak Spanish, right? Yes. We do. This is the rice, guys. طلع من قدامك بكون. حس حالي نفس الفلبين بالضبط. يعني بس يا أخي في إشي بيختلف. لسه الطلوع على القمة مسال مستمر. أخذ تعبنا احنا. Should we come back now? Hello, ni hao. فقوسات صح؟ ويابو هذا الحجم هذا العائلي. Hello. كرسي مصغر كيد واحد يقعد عليها. سيجري اكبر منه. في بعضها مفتوح ابوابها طلع. ما اعتقد انها فاضية. Oh, she eat honey. How is it? How does it taste like? Sweet. Very sweet. عسل. عسل. نو نو. نيبال. I'm from Nepal. Yes. Yeah, Nepal is very nice. Mango. Not mango. هذا مش مانجو. شو؟ What's your name? Okela. Okela. Nice. Thank you. No, no, I don't. Yeah, but now. You angry now? You mad now? I don't want to buy. Okay, بما إن المنظر خرافي هون راح نغير الكاميرا. يلا انتقلنا. بسم الله. هذا محترف التصوير شغاله هون التصوير بس. هايو سلام قزح. وهاي فيو بوينت كمان من نقطة ثانية كنا هنا قبل شوي. سلام بريث تيكينج هون. لما فكر تيجي تلعب بالتلفريك بس راح تفرق معك انه هاي راح تدفعها 110 يوان. ما راح نطلع بهاي هاي المرة. طال الكار كيبل من هون. امبرسيف. ترى كيف بربطوه زي العمامة تاعتنا. بير؟ زاس بير؟ كيف تعرض المنتجات طبعا؟ برد برد يا معلم. اسكو؟ ترى عندنا كرتونة. نو نو نو. ماركتينج ذس ذس جود ماركتينج. مسطولة هاي ايش هاي؟ رايس. كيف تربط شعرها؟ هيك تربط العمامة هيك. في شعر مزيف حطته ورا شفه.
شفت كيف عقدتها؟ يا سلام جملة قلب حب. احنا شبه ضايعين مندور على قرية هون زين نسوان الحارة from the village. Thank you. نيهاو نيهاو. هوستل في وسط الجبل. طبعا هذا بيكون سعره جدا رخيص. شير رومز فقوس. طلع حجم الفقوس يا اخوان. مش عارف هذا فقوس ولا ايش بالضبط. عاملين سور من قزازات البيرة. From beer right? قاعدة بس ايش على جنابي. حلوة افكار هاي. بونجل تراب قاعد من مكان لمكان من سايد لسايد ثاني بالحبل. هالحبل هاد بوديها الجهة الثانية. أحلى ناصر القصبي. You look like very very famous guy from Saudi Arabia. His name is ناصر القصبي. Really? See. هون لما يقول لك لا تخرج قبل أن تقول ما شاء الله. هذا المكان. طلع إحنا كنا هناك قبل 4 ساعات. بحياتي ما شفت حشرة زيك. فخذ في الصين هاي. نجرب تايم لابس من هون. فيها مخاطرة فكرة. بستاهل مخاطرة عن جد. هذا المكان هوستل تقدر تنام فيه. غرف مشتركة وهم تقدر تعمل مساج. هذا سبقوني. طلعوا من وين؟ نزلوا وين؟ هاي الشباب هون. طلع هذا التلفريك اللي كنا عنده ما بعده. طلع الصبات اللي حاطينها هاي خنازير. تقريبا هيك خلص اليوم. بس قاعد بستاربكس بدي انهي هذا اليوم اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. بكره الصبح رح نطلع على مدينه ثانيه اسمها قريه هي اسمها يانغشو. سمعت قبل هيك بشيء اسمه حكي الصراخ. يعني انت بتحكي بس بتصرخ بنفس الوقت وعادي بتحس حالك عادي. هون تشاينا نفس الاشي. انت بتحكي بس بتصرخ في كل مكان في الباص في الشارع. وهي مشهوره عنهم جدا بدره. انا لاحظتها من اول يوم بيحكي معاك عادي بس هو بصرخ. خلينا هسه مش ننام نصحصح لانه هسه هيك اول قهوه من الصبح. تذكر دائما الوضع اللي انت فيه مش افضل وضع وفي وضع احسن منه. نشوفكم على خير.